أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين من الفضائل التي أمر بها الإسلام الإنصاف ويضاد الإنصاف الحمية. الإنصاف بمعنى أن الإنسان يجعل الحق هو الملاك، وأن يعدل بين نفسه وبين غيره، وبين الأقارب والأباعد. وأصل الإنصاف من النصف بمعنى التسوية. الإنسان المنصف هو الذي يجعل الحق الملاك. فإن كان الحق له أخذه لأنه حق، وإذا كان الحق لغيره أعطاه للغير لأنه الحق، في حين أن الحمية هي حمية الجاهلية، كما يقول الله سبحانه وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، بمعنى أن الإنسان يجعل نفسه هي المحور فكل شيء كان في صالح نفسه حقا أو باطلا عمله حتى إذا الحق كان بصالحه إنما يعمل به لا لأنه حق وإنما لأجل أنه بصالحه وإن لم يكن الحق بصالحه أعرض عنه واتبع اتبع نفسه أو كان بين الأقارب وغير الأقارب يرجح الاقارب حتى إذا كان الحق على خلافهم، طبعاً الإنسان يهتم بأقاربه هذا أمر مطلوب، أن يصل أقاربه أمر مطلوب، أن يساعدهم أمر جيد، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ولكن أن يقدم رحمه على غيره على حساب الحق، هذا أمر مرفوض. أنت عندك أموال شخصية وتجد أحد أقربائك محتاج تساعده من أموالك، هذا لا بأس به حتى إذا لم تكن تساعد الغريب، بل يجب عليك يعني ينبغي عليك أن تقدم القريب على الغريب في أموالك الشخصية، لكن إذا لم تكن أموالك الشخصية كانت أموال عامة هنا يجب النصف، يجب مراعاة الحق للغريب ولغير الغريب ولذلك امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام حينما كان يريد ان يقسم بيت المال بين المسلمين ساوى بين الجميع حتى ان عقيلا اخا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام استماحه من برهم صاعه يعني من الحنطه التي هي للمسلمين استماحه صاع يعني ثلاث كيلوات تقريبا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام رفض ذلك والخطبه معروفه في نهج البلاغه مذكوره لماذا؟ لان هذه اموال المسلمين فانت تساوي غيرك في ذلك نعم اذا كانت اموال شخصيه لعله الانسان يتصرف كما يشاء طبعا هناك ايضا ينبغي للانسان ان يراعي الكثير من المسائل الاخرى الاجتماعيه، على كل حال فالانصاف بين النفس وبين الغير، بين الاقارب وبين الاباعد، اما الحميه لا ترجيح النفس على الغير، ترجيح القريب على الغريب، وهذه الايه التي تلوناها واذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه هذه في بعض التفاسير نزلت في ان رسول الله صلى الله عليه واله اراد ان يذهب الى العمره من المدينه المنوره في العام السادس من الهجره لكن المشركين منعوا الرسول صلى الله عليه واله والقضيه معروفه وعدت الى صلح الحديبيه قالوا كيف يدخل محمد صلى الله عليه واله مكه وهو قد قتل اقاربنا واحبابنا وعزتنا مع انه الحج والعمره لا يرتبطان بالعداوات الشخصيه هؤلاء كانوا يعادون الرسول صلى الله عليه واله عداوه شخصيه مع انهم هم الذين اعتدوا على الرسول واذا قتل عزتهم في بدر واحد وغيرها كان بسبب انهم شنوا الحروب على الرسول صلى الله عليه واله فدافع عن نفسه فعلى كل حال الحج والعمره لا ترتبط بالعداوات الشخصيه، لذلك الاسلام يامر بحفظ حقوق حتى الجنات، يعني اذا هناك جاني قاتل هذا الشخص تم القبض عليه يعاقب على جنايته، ولكن ما سوى ذلك اذا له حقوق يجب ان تحفظ، ولذلك امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام وصى بمراعاه حقوق ابن ملجم. ابن ملجم لعنه الله تعالى عليه، وهو اشقى الاخرين. قتل امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ضربه بضربه قصاص. لكن في الوقت نفسه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام كان يامر باطعامه. كان يشرب اللبن ثم يامر بان نفس ذلك اللبن يسقى لابن ملجم، لماذا؟ لكي يبين لنا انه نفس الطعام الذي المقتول يأكله، يعني أمير المؤمنين يشربه، نفس الطعام أيضاً يعطى لهذا المجرم، لماذا؟ لأنه جريمته تقتضي القصاص، يقتص منه كما اقتص منه، لكن فيما سوى ذلك الله سبحانه وتعالى جعل لكل أحد حقوق، حتى للحيوانات الله سبحانه وتعالى جعل حقوق، تلك الحقوق يجب أن تراعى. والانسان يجب ان لا يبطش والايه الشريفه تقول واذا بطشتم بطشتم جبارين بمعنى انه اذا انت وصلت الى سلطه تحاول ان تنتقم من اعدائك اشد انتقام مع ان هذه العداوات قد تكون عداوات شخصيه يقال ان رجلا كان جنديا فتنازع مع جندي اخر وذلك الجندي صفعه لطمه على وجهه وبعد زمان أصبح ذلك الرجل المصفوع رئيسا للجمهورية في انقلاب عسكري فأول ما أمر أمر أن يفحص عن ذلك الجندي الذي كان قد صفعه قبل مثلا ثلاثين أو أربعين سنة وأمر بإعدامه وإذا بطشتم بطشتم جبارين الإنسان إذا كان منصفا هذا الإنسان إنصاف يكشف عنه عن أنه طالب حقيقة تابع للحق في حين أنه إذا لم يكن منصفا، يرجح نفسه على غيره أقاربه على الأباعد في الحقوق العامة فإن هذا يكشف عن أن هذا الإنسان تابع لهوى نفسه وليس تابعا للحق ووبال ذلك سيرجع على نفسه الإنسان غير المنصف بعد فترة سيصاب بالذل والهوان والصغار واقل ذلك هو ان الناس يتكلمون ضده وتكون له سمعه سيئه نسال الله سبحانه وتعالى يوفقنا واياكم لما فيه الخير والصلاح وصلى الله على محمد وآله الطاهرين